الحرارة والحر من الحرارة كلنا متأثرين بشكل كبير جدا، على قد ما احنا بنحاول نقعد في مروحة في تكييف ما ننزلش، حتى لو نزلنا بنشرب مياه كتير، بناخد كل الإجراءات والاحتياطات اللي ممكن تخلينا نقدر نتغلب على درجات الحرارة. لكن في كائن تاني، كائن حي برضو بيتأثر جدا جدا زينا، يمكن يكون أشد تأثير وأشد حساسية، لأنه حتى تعبيره بيكون تعبير صامت، بس هو على فكرة بيعبر. أنا واحدة من الناس مثلا عندي نباتات زينة في البلكونة، فبلاقي سبحانك يا رب إن أول ما النبات بيعطش بلاقي إن الورق بتاعه بينزل كده لتحت، وسبحان الله أول ما تسقيه بالمية بيرجع تاني ينتعش والورقة تقف والأغصان تبقى ما شاء الله مشدودة. فما بالكو دي في النباتات الزينة اللي هي موجودة في البلكونة، ما بالكو بقى المحاصيل بشكل عام، وتحديدا الخضر. الخضر بتلاقي ان هي ممكن تكون فيها حساسية شوية لدرجات الحرارة. تعالوا نشوف تفاصيل بقى كتير، هنعرف ازاي درجات الحرارة أثرت على المحاصيل بشكل عام وبشكل خاص موضوع الخضر. طيب نحافظ على ده ازاي؟ السادة المزارعين تقدروا تعملوا ايه عشان تقللوا من التأثير السلبي؟ وانا بقول تقللوا لان في حاجات بتبقى عوامل طبيعية وتأثير الطبيعة، اللي هنقدر نعمله ان احنا نخلي فيه وقاية ونخلي فيه يعني تأثير خفيف وبسيط على النباتات وتحديدا على الخضر. اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي منورني النهارده، دكتور احمد محمود العناني، باحث اول بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، نورتنا، ربنا يخليك. طبعا احنا النهارده بنتكلم على حاجه واضحه جدا وكلنا حاسين بيها، عشان كده انا قلت احنا كبني ادمين حاسين، ما بال حضرتك طبعا بتتكلم في كائن حساس جدا زي النبات. كلمني في الأول على التأثير السلبي بشكل عام على النباتات، وبعدين أو على المحاصيل بشكل عام، وبعدين بقى نخش على موضوع الخضر تحديدا. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بنتكلم عن درجة الحرارة، هي أحد العوامل الجوية اللي بتأثر على النبات، سواء كان هذا التأثير سلبي أو إيجابي. الفترة الحالية يعتبر التأثير سلبي، ودرجة الحرارة بتأثر على العمليات الفسيولوجية اللي بتتم داخل النبات، ودي تعتبر أهم العمليات اللي بيقوم بيها النبات. مثلا بتأثر على عملية البناء الضوئي، ودي مهمة جدا بالنسبة للنبات. بتأثر على حركة الأنيونات والذائبات، وتأثر أيضا على النشاط الإنزيمات ونشاط الهرمونات. بتأثر على عملية النتح وعملية التنفس. واكثر تاثيرها او اكثر التاثير درجه الحراره على عمليه البناء الضوئي، اللي هي تعتبر اهم عمليه بتتم على وجه الكره الارضيه، لان من خلالها النبات بيغذي نفسه ويغذي كل الكائنات الحيه اللي موجوده. عمليه البناء الضوئي ما بين امرين، امر ما بين الهدم والبناء. لو حصل ان العوامل البيئيه المحيطه بالنبات منتظمه وعوامل مثلى، النبات بيخزن جزء كبير في سواء كان هذا الجزء جزء ورقي او جزء ثمري او جزء درهم او جزء جذري، المحصول يعني الناتج، فيعتبر ده اسمه البناء، ان هو في فائض كبير من عمليه البناء الضوئي اللي بيتم وبيخزن في صوره محصول. لو حصل زي اللي بيحصل حاليا دلوقتي ان ارتفاع درجه الحراره زادت، فدي بتأثر على عملية البناء الضوئي بالتأثير السلبي، وبيحصل إن الهدم بيبقى عالي جدا، وبالتالي ما بيبقاش فيه فائض النبات يخزنه، خاصة ودرجة الحرارة بالليل بتأثر أكتر، لأن بالليل بيبقى هدم فقط، تنفس النبات بتنفس مفيش بناء، فدرجة حرارة الليل مؤثرة أكتر ممكن درجة حرارة بالنهار. فدرجة حرارة بالنهار ما يؤثر عليها يعني بدرجة ملحوظة، اللي هو يعني سطوع الشمس. دي عملية مهمة جدا وبتأثر على النبات. أيضا بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة بيأثر على يعني حركة الهرمونات داخل النبات، وبيحصل إن النبات بيحصل خلل في التوازن الهرموني داخل النبات، ويحصل إن يدي إشارات إن النبات يخش في دور شيخوخة مبكر، ويسرع من عملية يعني النمو والمحصول، وده بيكون على حساب المحصول في النهاية. أيضا بيحصل يعني الإجهاد الحراري دوت، يعني فيما يعرف بمصطلح، لو احنا قلنا ارتفاع درجة الحرارة ده اسمه إجهاد حراري، يعني ستريس وقع على النبات. طيب بيحصل فشل في الإنبات، عملية الإنبات بتحصل فيها فشل،
ايضا بيحصل فشل في عمليه ممكن تساقط الازهار. يحصل تساقط الازهار لما ترتفع درجه الحراره. طب لو حصل ان الازهار ما فيش سقوط، طيب ممكن يحصل فشل في عمليه التلقيح، لان لم العضو الانثوي بيجف اللي هو الميسم بتاع الزهره. كذلك ايضا بيحصل ان حبوب اللقاح تفقد حيويتها. كذلك ايضا بتفقد حيويتها، وممكن يحصل كمان ممكن يحصل كمان ان انبوبه اللقاح ذات نفسها ما يحصلش تنبيت ليها. طيب اذا حصل تلقيح ممكن الاخصاب ما يتمش، وممكن كمان يحصل اخصاب بس تلاقي الثمار اللي موجوده او المحصول الموجود قليل جدا. في تاثيرات اخرى بتاثر على بتبقى بسبب ارتفاع درجه الحراره، ودي بتاثر على النبات، اللي هو تلاقي تغير لون الاوراق. بيحصل تغير لون الاوراق للون البني، ويحصل احتراق حواف الاوراق، ويحصل احتراق في بعض الانسجه النباتيه فيما يعرف بلسعه الشمس نتيجه تاثير الاشعه المباشره عليها، خاصه في وقت الضحى والظهيره. بيحصل ايضا نقص كميه البروتين النشط نتيجه تكسير البروتين، وبيحصل او يحصل فقد في شكل البروتين، تغير في الشكل الطبيعي بتاعه. كذلك ايضا بيحصل زياده في سيوله الدهون، وخاصه دهون الاغشيه الخلويه. بيحصل ايضا تراكم لبعض المركبات السامه نتيجه زياده نفاذيه الاغشيه، ده كله تاثير الحراره المرتفعه. برضو ممكن من التاثيرات السلبيه اللي بتحصل تغير في طبيعه الاحماض النوويه، واختلال التوازن المائي داخل النبات، ودي عمليه مهمه جدا. يحصل اختلال في التوازن المائي بتبقى مشكله كبيره في الاجواء الحاره. تجمع البروتوبلازم ودي حاجه مضره جدا برضو بالخليه. فاحنا كده اتكلمنا عن التاثير السلبي على النبات بصفه عامه، كل النباتات عام. صحيح. خلينا نروح بقى يا دكتور للخضروات، وازاي ان الخضروات بشكل عام بتتاثر جدا. يمكن حتى قبل الهوا احنا كنا بنتكلم انا والدكتور على فكره ان احنا حتى في البيت تخزيننا للخضروات لازم يكون بشكل صحي، لان حتى الخضروات ممكن تكون داخل الثلاجه ولازم حفظها في درجه الحراره دي بشكل معين عشان خاطر نحافظ عليها طازه لاكبر وقت، ما بالكم بقى وهي لسه في الارض وهي لسه ما اتقطفتش. فكلمنا يا دكتور عن الموضوع ده واكثر المحاصيل الخاصه بالخضر اللي هي اكثر تاثرا بالحساسيه، يعني حساسه لدرجات الحراره. هو حضرتك يعني حاليا المحاصيل الموجودة بنتكلم مثلا عن الطماطم بتتأثر بشكل جامد بارتفاع درجة الحرارة، خاصة الأزهار زي ما اتكلمنا. بيحصل ان الأزهار بيحصل تساقط الأزهار، يحصل فشل في عملية العقد، ودي يعني الـ 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 القيمة بتاعت نبات الطماطم في الثمار نفسها. فلما يحصل ان عندي ما فيش ثمار اتكونت عندي، دي مشكلة كبيرة جدا بتحصل للمزارع وبتحصل على مستوى المستهلك بعد كده، وبتبقى مشكله كبيره. فاهم حاجه في الطماطم هو يعني انتظام درجه الحراره، عمليه مهمه جدا. فديت بتبقى واضحه في الاصناف اللي هي ما بتديش نمو خضري يغطي الثمار الموجوده، تعرض لرسعه الشمس كمان، وبتتعرض ل بتبقى عرضه للانخفاض بسبب ارتفاع درجه الحراره زي ما اتكلمنا في عمليه البناء والهدم. ايضا في عندي نبات زي نبات الباذنجان موجود حاليا دلوقتي. لما بيحصل ارتفاع درجه الحراره هو نبات يعني النبات نسبه الميه فيه عاليه، فلما بيحصل ارتفاع درجه الحراره ومفيش وفي عطش في النبات بيحصل ان بيفقد النضاره بتاعته، وبعدين كمان بيبقى يعني في بعض الاصابات الحشريه زي الاكاروس يحب الاجواء الحاره، وخاصه مع الاتربه او الغبار اللي موجود. بالنسبة للقرعيات موجودة حاليا، ودي طبعا حصل عقد من فترة طويلة والثمار موجودة حاليا، بس بيحصل ان الثمار الموجودة تتعرض لدرجة حرارة مرتفعة، يحصل لسع للثمرة، ودي بتحصل في البطيخ وتحصل في الخيار، تلاقي فيه يعني ليونة في الثمرة وحتى طعمها مش مستساغ، ودي بتحصل زي ما قلنا من شوية في الأصناف اللي هي ما بتديش نمو خضري كثيف يغطي الثمار. كذلك أيضا في الفلفل نفس الأمر برضو، بيحصل برضو نفس يعني هو اكتر حاجه بتاثر عليها الحراره بتاثر على الازهار. عمليه الازهار الموجوده في النبات بتاثر عليها سواء تساقط الازهار او عمليه فشل العقد. بالنسبه للباميه بيحصل تاثير، يحصل انبعاج للقرون، يعني ما بتبقاش القرن مش منتظم بتاع الباميه. كذلك كمان بيحصل ان الالياف تبقى موجوده في الباميه وتبقى بتفقد الليونه بتاعتها، ودي حاجه مطلوبه بالنسبه للمستهلك. الاسبرجس حاليا موجود بس بيدي حاليا في فتره نمو خضري، ان شاء الله مش هتاثر بفتره الحراره المرتفعه دلوقتي.
البروكلي والقنابيط حاليا بيزرع الان، فبرضه لسه يعني في مرحله اعداد وتجهيز الارض في شهر في 7 وفي اول اغسطس، فديت ان شاء الله يبقى مش هيتاثر برضه بدرجه الحراره الحاليه. الخرشوف في مرحله بدء تكوين النبرات دلوقتي، فاحنا بنقول ان شاء الله ربنا يعني خلاص الموجه قربت تخلص، فان شاء الله يعدي المرحله بسلام. وبعدين يعني دي اكتر محاصيل موجوده حاليا وبتتاثر بدرجات الحراره وبتاثر على العمليات الفسيولوجيه زي ما اتكلمنا، وبتاثر على اكتر حاجه عمليه صحيح. الزهره وتكوين الثمره وهذه الامور. والخضروات الورقيه يا دكتور؟ طبعا يعني الخضروات الورقيه الحاجات دي بتبقى عرضه للحراره مرتفعه لان بتفقد النضاره بتاعتها، ويحصل احتراق في حواف الاوراق ويحصل تساقط حتى مثلا في الارنبيط في القرنب، في القرنب نلاقي ان الاوراق القديمه بتتساقط صحيح. نتيجه ارتفاع درجه الحراره، وبيحصل اصفرار في النبات وتبقى مشكله للخضره الورقيه، وتحمش التداول كمان، وعمليه التسويق بتبقى صعبه جدا في الاجواء الحاره. احنا والله يا دكتور دلوقتي ما بقينا حتى ننزل في اي مكان بندور على حتى في الاسبوع ده، كل سيدات البيوت يمكن عارفين الكلام ده، بتلاقي انه المحاصيل كلها خصوصا الخضروات مجهده جدا جدا طبعا. ده هيخليني اروح بقى مع حضرتك لحاجه انا بقول يا رب قلبي معاكم، يعني بعض المزارع اللي بتصدر بتعمل ايه في موضوع التصدير؟ وهل فكره ان احنا نزرعها في الصوب دلوقتي، انت داخل الصوبه بقى بتتحكم في درجات الحراره، الموضوع بيبقى افضل شويه، ولا تقييمك ايه للحاله؟ والله حضرتك هو التصدير بقى لهم معاملات خاصه يعني المفروض المزارع بيزرع في بيبقى عامل يعني برامج معينه في من حيث التغذيه، من حيث التسميد، من حيث الري، من حيث المقاومه، من حيث المكافحه، بيعامل حسابه ان يحصل موجه، يحصل مثلا نوبات حراره، يحصل اي حاجه زي كده، المفروض ان هو عامل حسابه على هذا الامر، فبيسارع على طول ويبدا في الوقايه والعلاج. ده امر مهم جدا بالنسبه للناس اللي بتعمل او بتزرع بهدف التصدير. كذلك ايضا في المفروض يبقى في عبوات خاصه بتاخد المحصول مباشر على طول، ما يتعرضش لارتفاع درجه الحراره وللفحه الشمس، فدي في عمليات خاصه بالنسبه للتصدير، ما يبقاش انتاج عادي، يبقى انتاج يعني متميز مميز بشروط معينه، وبحيث ان هو تفادى هذه الامور. بالنسبه للصعب، لو مثلا الصوب موجوده حاليا في الاجواء الحاره ديت، بيحصل احنا بنقول ان احنا نغطي الصوب بشباك التظليل، ونفتح الابواب من الجهه البحريه والجهه القبليه، ونرفع الجوانب وننزل الشباك على الجوانب من كل النواحي، بحيث ان احنا يعني نعمل يعني نحجز او نحمي الصوب من الحشرات. طيب كمان موضوع الوقايه بقى، يعني خلينا نتكلم على الوقايه. حضرتك يعني تناول الموضوع من خلال حتى كمان فكرة الأخطاء، يعني المزارعين بيقعوا في بعض الأخطاء اللي ممكن تخليهم يضروا المحصول من غير ما يقصدوا، فازاي يبعدوا عن الأخطاء دي ويبقى فعلا في وقاية للمحاصيل؟ أولا إحنا يعني لما نقول حرارة يبقى النبات بيفقد رطوبة، بيفقد مية في نتح الشغال عالي، يبقى أول حاجة نتكلم عنها الري. الري مهم جدا جدا في فترة ارتفاع درجة الحرارة، ويجب ان يكون الري يعني يكون على فترات متقاربه، ويكون على الحين ابتعد على يعني ابتعد شيء ما عن النظام اللي انا ماشي عليه، السيستم اللي ماشي عليه، لا ده انا بروي على الحامي وبروي يعني ايه فترات متقاربه. الحاجه الثانيه في موضوع الري ان اروي النبات في الصباح الباكر، ما ارويش وقت الظهيره او يعني في وقت ارتفاع درجه الحراره او وقت حتى طلوع الشمس، يفضل ان اروي في الصباح الباكر. دي مهمه جدا جدا بالنسبه لعمليه نبات عايز يعوض النتح اللي بيحصل، عاوز يعوض وبعدين حضرتك ارتفاع الحراره بيأثر على النبات ده في النتح، وفي بخر كمان في التربه، يعني التربه بتفقد جزء كبير جدا من الميه، اذا اعوض دهوت بموضوع الري، فالري مهم جدا في هذه الظروف. الامر الثاني ان انا لو بشيل النباتات في الفتره ديت، ما اشتلش خالص، استنى شويه لما الموجه دي تنتهي وابدا اشيل النباتات بتاعتي. برضو لما الفلاح يستخدم سمات في الفترة الحالية ما يستخدمش يوريا، اليوريا في الفترة الحالية ارتفاع درجة الحرارة لها تأثير على النبات، لأن فيها البيوريت، وده لو زاد عن 3% بيعمل تسمم النبات. كمان اليوريا ممكن يحصل تحلل، لأن هي عبارة عن أمونيا وثاني أكسيد الكربون، فبيحصل تحلل الأمونيا ويحصل تطاير، بتعمل تلوث وبتعمل يعني مشاكل في التنفس، بتعمل عقم للرجال، ففيها مشاكل كثيرة، فيفضل استخدامها في الأجواء الباردة وفي فترة النمو في الأول. طيب بعد كده في حاجات عندي مهمة جدا أستخدمها في الفترة الحالية، إن أنا أرش نباتات، أرشها بسيليكات البوتاسيوم،
مهم جدا. السيليكات البوتاسيوم يعني فيها سيليكون وفيها عنصر البوتاسيوم. السيليكون من العناصر المهمه جدا للنبات، خش في الجذور الخلويه، بيحافظ يخلي النبات يتحمل الظروف الضغوط البيئيه، يتحمل ارتفاع درجه الحراره واي ضغوط يتحملها النبات. طيب البوتاسيوم عنصر مهم جدا جدا في النبات، لان بينظم الميه داخل النبات، بيحافظ على الضغط الاسموزي داخل النبات، ولو الضغط الاسموزي مرتفع داخل النبات هيتحمل ظروف الحراره المرتفعه. كمان عنصر البوتاسيوم من العناصر اللي بتخلي النبات يقاوم الظروف البيئيه المعاصره. ممكن برضو ان انا ارش استخدم الرش بالكالسيوم، احنا برضو عنصر الكالسيوم بيخش في الجذور الخلويه وبيحافظ على النبات من ارتفاع درجه الحراره، فمهم جدا ارش الفتره ديت بعنصر الكالسيوم. عندي برضو حمض السلسليك او سلسليك اسيد، وعندي ستريك اسيد ارش بيهم برضو، بكل دوت بيخلي النبات يبقى عنده قوه وعنده صلابه ويعني يتعدى هذه المرحله بامان. في مركب عندي زي مثلا مغنيسيوم فوسفيت استخدمه، وعندي سلفات الزنك او استخدم زنك مخلبي. دي كل مجموعه المركبات الكيماويه اللي استخدمها في الفتره الحاليه، بحيث ان انا ادي للنبات يعني اعبضه عن اللي بيحصل، وادي له قوه خارجيه للقوه بتاعته من اللي هي بيكونها اثناء درجه الحراره، بحيث ان هو يتفادى هذا الامر. في ايضا حضرتك تفضلتي وكلمتي في موضوع الشباك والتظليل، في عندي حاجه ان انا اغطي التربه، ممكن اغطيها بالملش او اغطيها بقش الارز، وده له فايده مركبه ان هو بيحافظ على الرطوبه الارضيه، بيوفر رطوبه الميه حوالي من 25 ل 30% من الميه، كمان بيمنع نمو الحشائش، بيعمل عازل ما بين الجذور والنبات الجزء اللي هو تحت سطح التربه وبين الجو الخارجي، بيوفر بيئه مناسبه، وانا لما اوفر بيئه مناسبه للجذور افضل مما اكون بوفر بيئه مناسبه للنبات فوق، لان النبات متعرض تحت ستريس معين، ضغط معين. صحيح. فخلاص يعني الجذر بيقول اوريدي بيديله كل احتياجاته ميه وبيديله عناصر غذائيه، فهو هيستمر ويكمل فتره حياته. فاذا موضوع قش الرز دوت مهم جدا، التغطيه قش الرز دي حاجات مهمه جدا. كذلك ايضا يعني بالنسبه درجه الحراره ما بتبقى عاليه عندي، بيحصل ان الحشرات بتنشط في هذه الفتره، والاطوار بتاعتها بتبقى ممكن تخرج يعني او ممكن تبقى تعبر عن نفسها بسبب ارتفاع درجه الحراره. يبقى انا بعد بعد الموجه دي بتنتهي على طول ارش ضد المن وضد العناكب وضد حشره التوتا بتليوتا، بحيث ان انا يتلاشى الاصابات اللي تيجي بعد كده. تمام، احنا بقى عندنا يعني رؤيه استباقيه لموضوع الحراره، وخلاص المزارع بقى على وعي كامل بفكره انه فعلا ممكن درجات الحراره تبقى مرتفعه حتى اكتر ان شاء الله في ممكن يعني في الصيف اللي جاي، فهو ممكن يحط ده في اعتباره فيختار حاجات ما تتاثرش قوي. يعني انا ده هيخليني اروح مع حضرتك لحته اختيار نوعيه زراعه نباتات معينه تكون مش اكثر حساسيه للحراره وتقدر تقاوم شويه. هو طبعا في عمليات المزارع المفروض يقدمها للنبات، ويحاول ان هو لو اخطا فيها مره ما يحاولش يقع فيها مره ثانيه، زي ما احنا قلنا من شويه الراجل وكلمنا فيه ان هو ما يرويش فتره الظهيره ويروي فترات متقاربه، يبقى هو عنده يعني عنده مثلا ان هو كنترول على النبات بتاعه، حراره مرتفعه والله انا اروي وادي النبات احتياجاته، انخفاض الحراره يعني ابعد فترات الري وهكذا. الامر الثاني عمود التسميد، ما يسميش برضو باليوريا زي ما اتكلمنا من شويه، يسمد بالعناصر اللي احنا اتكلمنا عنها دي، بتحاول ان هي تدعم النباتات وتعوضه عن اللي بيحصل، وتحاول ان هو النبات يبقى في ظروف بيئيه مناسبه. كمان رش المبيدات، يعني المزارع بيخطا في رش المبيدات ان هو ما بيستخدمش التعليمات اللي موجوده على اللبوات، ممكن يرش يعني ايه يحط كميات ميه غير معلومه، وممكن يستخدم مبيد وقائي بدل مبيد علاجي، ودي نقطه مهمه جدا ان هو عنده اصابه موجوده محتاجه مبيد علاجي يحط مبيد وقائي، دي اخطاء بيقع فيها المزارع ويقول لك والله النبات اتصاب والحشرات وكده، هو استخدم الطريقه بطريقه خطا. انا اقصد بس كمان دكتور ان احنا نختار مثلا من الطماطم، احنا كنا بنتكلم على فكره التوت ابسوليوتا واحنا عانينا منها كتير، وكنا بنحافظ دايما على فكره انه الحشرات بتنشط مع درجات الحراره، فهل في اصناف معينه من الطماطم مثلا او الخضر بشكل عام يقدر المزارع يركز عليها تكون اقل تاثرا بموضوع الحراره؟ طبعا في الحمد لله مركز البحوث الزراعيه
والمراكز البحثية يعني مشهورة، بتطلع أصناف ما شاء الله ممتازة، أصناف بذات يعني مقاومة مش لدرجة حرارة بس، لا ده فيه مقاومة لبعض الأمراض وبعض الآفات الحشرية، وبتتحمل ظروف بيئية صعبة، ودي موجودة المفروض إن هو المزارع يبحث عنها ويعني هو يزرعها. يعني والاصناف ديت اساسا بتبقى احتياجاتها الغذائيه عاليه وقويه، ممكن تتحمل الظروف الجهاد اللي بتقع عليها، فهو يتخير الاصناف اللي كويسه، كمان يتخير الاصناف اللي هي بتغطي في فتره الصيف مجموع خطري يغطي الثمار اللي عنده بحيث ما يحصلش لسع الشمس. كذلك في حاجه اسمها مواعيد الزراعه، مهمه جدا ان المزارع يخلي باله من مواعيد الزراعه، مهمه جدا بحيث ان هو يتفادى تعرض النباتات لدرجة الحرارة الصغرى أو درجة حرارة القصوى، يبقى النبات نحاول نوفر له درجة الحرارة المثلى اللي هو يقدر من خلالها يكون يكون الغذاء ويكون المحصول اللي أنا محتاجه. فحتة مواعيد الزراعة دي مهمة جدا جدا، المفروض المزارع يلتزم بيها. صحيح، موضوع الحصاد مهم جدا برضو، لو في بعض المحاصيل هيتم حصادها في الوقت ده أو نقلها حتى للمستهلك، لازم بيكون في اجراءات شويه برضو عشان المحاصيل توصل على الاقل مش متاثره قوي برضو بدرجات الحراره، وخصوصا برضو حاجات زي الطماطم والورقيات. تمام. والكلام. تمام. ده هو حضرتك جميع المحاصيل اللي بيتم حصادها في الصيف احنا بنقول نحصد في الصباح الباكر عشان المحصول ما يتعرضش للفئه الشمس او لسعه الشمس، دي مشكله خطيره جدا. كذلك ان يبقى المزارع عنده استعداد مسبق بان يجهز العمال بتوعه ويجهز الحاجات بتاعته اللي هو هيستخدمها، ولو كان في عربات يستخدمها بتبقى موجوده في الصباح الباكر بحيث المحصول ما يستناش في الارض يتعرض للشمس ويروح لاماكن الاماكن اللي هي هيروح فيها المحصول، سواء هيخزن او كان هينزل في الاسواق، بحيث ان هو يعني ما يتعرضش لاي ضغوط حراريه. يبقى هو الموضوع ما فيه ان لو انا بطلع محصول مثلا زي الفراوله حساس او محصول ورقيه، يبقى هو المفروض يعمل حسابه ان على طول ما يعرضوش للحراره المرتفعه. بس حاليا دلوقتي يعني احنا يعني اللي بيطلع دلوقتي فيه محصول البطاطا، ومحصول البطاطا بيتحمل شويه، لكن هو المفروض يحصد في فتره الصباح وما يعرضش المحصول برضه لعمليه ان هو يتعرض للحراره. كافة المحاصيل إذا تعرضت للحرارة، لأن النبات بيطلع عندي بيبقى يعني في تنفس في النبات، وكل ما الحرارة بتزيد التنفس بيزيد، يحصل هدم جوه النبات ويحصل إن يعني يحصل كرمشة في النبات. فأنا أحافظ على النبات بيه إن أنا على طول بمجرد ما أحصد يا إما أحط تحت تعريشة زي ما بنعمل مثلا في البطاطس وكده، يا إما أودي على طول أماكن خاصة بالمحاصيل بتعمل هي حاجة اسمها كيورنج أو العلاج تجفيفي، على طول بتبقى فيها درجات حرارة منتظمة وفيها رطوبة منتظمة بتبقى بتيسر الأمر. تعبئة برضو، يعني احنا بننقل مثلا حضرتك ذكرت الفراولة بيبقى فيه باكيتات كده معينة. تمام. بس انا بشوف ده في الهايبر بقى، لكن تمام. في السوق العادي بتلاقي ان الموضوع محطوط في اقفاص وحتى مش جيدة التهوية، واخدة ضعف حجمها او ضعف وزنها. فده بالتالي برضو من فكرة الحصاد للتعبئة للنقل، كل دي مراحل بيمر بيها دكتور المحصول عشان يوصل لنا احنا كمستهلكين. هو للاسف ان المحصول بيتعرض لفائد منه كتير جدا، من مجرد ما نقول يا حصاد لحد ما يوصل المستهلك بيتعرض لنسبه كبيره جدا بتفقد بسبب ان هو عدم الدرايه او عدم الفهم الجيد، بحيث ان في محصول زي الفراوله حساس المفروض ان هو المتعامل معاه برقه شويه، مش زي مثلا محاصيل جذريه او محاصيل درانيه، والمحصول ما عرضوش الحراره، وهو حتى حاليا الفراوله في المشاتل يعني لسه، فالحمد لله ان بتبقى الفتره بتاعتها يعني فتره بتبقى يعني لحد ما، لكن طبعا بتحتاج عنايه خاصه زي المحاصيل الورقيه برضو. لو انا عرضتها للحراره المرتفعه بتحصل ذبول على طول في النبات، لان انا تكلمت النبات على طول شغال دايركت على طول بيطلع الميه اللي فيه، فانا احاول احافظ على الموضوع دوت ان انا اوفر درجه الحراره المناسبه، احافظ على نظره المحصول ونظره النبات ما وصلش الجوده بتاعته لدرجه رديئه، ديت مش هتعجب المستهلك وبالتالي هيتحملها المنتج او هيتحملها التاجر وتبقى خساره كبيره بسبب عدم الفهم. نصائح حضرتك بقى الأخيرة لكل السادة المزارعين عشان إن شاء الله نعدي من الموجة دي بسلام ونقدر نخلي منتجنا. أنا بيصعب على المزارع لأنه بيتعب في الزراعة وفي كل المراحل الإنتاجية، وفي الآخر نطلع محصول فيه فقد أو حتى بيوصل للمستهلك بشكل غير لائق.
والله انا بقول لكل مزارع انت التزم بالتوصيات اللي بتنزلها. ما شاء الله في برامج عندنا كتيره جدا، في قنوات شغاله لهذا الامر، في نشرات بتوزع على المزارعين على الجامعات الزراعيه، يلتزم بهذا الامر بالثقافه الزراعيه ويسال الجمعيه الزراعيه، يسال المزارع بحيث ان هو ما يقعش في الخطا بتاعه هيكلفه فلوس كتيره، وهيكلف طبعا المستهلك ان هو الاسعار هتزيد. فانا بقول له حاول تستخدم التوصيات اللي احنا بنتكلم عنها، ان شاء الله تعبر هذه المرحله وهذه المحنه بسلام، ونسال الله عز وجل ان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. امين يا رب العالمين. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد على المعلومات القيمه دي. دكتور احمد محمود العناني باحث اول بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه، شكرا جزيلا يا دكتور نورتني. شكرا فندم. شكرا. موضوع درجات الحرارة مش بس في مصر، في الوطن العربي كله، والحمد لله احنا احسن من دول تانية كتير. يعني شوفوا حضراتكم دول الخليج ربنا يقويهم ايه اللي بيحصل فيهم. فعليك بس ان انت تتابعنا، انا بكلم السادة المزارعين تابعنا، ركز جدا في التفاصيل اللي بتحصل دي، لانه دي تغيرات مناخية ولا اكاد اجزم انه الموضوع، ولا اخفيكم سرا، الموضوع ممكن ينتهي السنة دي، لا ده ممكن يكون نتيجة للاحتباس الحراري وحاجات تانية كتير. هتلاقي السنين اللي جايه ممكن تكون اكثر حراره، فانت ما شاء الله عندك خبره، فاكتسب خبره اكتر واكتر وزود خبرتك، وحاول تتاقلم مع الظروف اللي بتمر بيها مش بس مصر، ده كل دول العالم. حابه اقول لكم برده ان انا ممتنه جدا ليكم، لان انتم من اصحاب المهام الصعبه. يعني احنا على قد ما احنا مثلا موجودين في الاخر في استوديو في تكييف، وقت مثلا خروجنا بره الناس لما بنطلع نصور خارجي بيبقى صعب، لكن انتم طول النهار في الحقل وطول النهار في الغيط وبتشتغلوا معظم الوقت في الشمس، فربنا يعينكم، وقلبي مع كل أصحاب المهن الصعبة في التوقيت ده، ربنا يأجركم يا رب خير ويكون ثوابكم مضاعف ويقوي كل الناس اللي بتشتغل وبترعي ربنا سبحانه وتعالى في لقمة عيشها. لسه مكملين فقرتنا الحوارية مع زميلتي الجميلة دينا، استنوها بعد الفاصل.